اهلا بيكم. هل في عالم الحقن المجاري في ثوابت؟ يعني في كده اللي هو زي ما بيقولوا بروتوكولات معروفه، واحد جايد لاينز، ولا المساله بتختلف من حاله لحاله؟ يعني مثلا هل من الثوابت، انا برضو دي اسئله هتيجي النهارده في حوارنا لكن انا بفكر فيه، هل من الثوابت ان اي ست عندها مشاكل في الانابيب بتعمل حقن مجاري على طول؟ هل من الثوابت، انا والله ما اعرف الاجابه بتحديدا بس انا برضو هنفهمها النهارده بالتفصيل، هل من الثوابت انه لما الاقي عدد الحالات المنويه في ارقام معينه متدنيه او وضعيه معينه زي انعدام مثلا حالات منويه ده مدعاه للحقن المجاري على طول؟ هل من الثوابت ان عيانه اللي عندها بطنه رحم مهاجره كحاله مرضيه، وده طبعا برضو هقف قدامه، طب ما بطنه الرحم المهاجره دي كذا مرض في مرض واحد، مش حاله واحده، ممكن تلاقي بطنه رحم مهاجره عنيفه جدا يعني واصله لمرحله اللي بيسموها فروزن بيلفس بقى، وتلاقي تليفات كتيره اللي هو الحوض المتجمد، بس هل لا تسمع البطانه المهاجره في تشخيص الحاله يبقى يفضل الذهاب الى الحقن المجهري على طول؟ تكيس المبايض، مش معقول يعني تكيس المبايض لو هو من مدعاه او هو من الطريق للحقن المجهري، ده معناه ان ربع ستات العالم يعملوا حقن مجهري ونص اللي عندهم تأخر الإنجاب هيعملوا حقن مجاري. هل التصاقات المبيض وأكياس على المبيض مدعاة للحقن المجاري على طول؟ كتير من الأسئلة، برضو من الأسئلة اللي هتطرح نفسها بقوة النهاردة، إزاي ننشط المبيض؟ إيه البروتوكولات الموجودة للتنشيط المبيض؟ إحنا بنسمع عن شورت بروتوكول، لونج بروتوكول، انتاجونست بروتوكول، دي اسماء بنسمعها. طب الادويه دي موجوده وبنشتغل بيها بشكل دايناميك مستمر ولا لا؟ سؤال مهم جدا، اسئله كتيره. النهارده حلقه ساخنه للغايه، حلقه مش هتسمعوا مثيل لها في اي مكان، وهي حلقه فيها جزء كبير جدا غير انها طبيه، لكن في جزء بسميها انا جزء الواقع الطبي، يعني طب بس من أرض الواقع مش في الكتاب بس. ضيفي العزيز الرائد القدير والاسم الكبير، واحد من ميجا ستار هذا العالم، حمل على عاتقه التطوير الرائع لمنظومة مميزة للغاية هي منظومة دار الطب العريقة. طبعا ضيفي العزيز هو الأستاذ الدكتور أحمد عبد الله، الأستاذ لأمراض النساء والتوليد واستشاري تأخر إنجاب والحقن المجاري، والمؤسس ورئيس مجلس الإدارة لمستشفيات دار الطب العريقة. أهلا بك. أهلا بك. سؤالي الأول فيما يتعلق برحلة الحقن المجاري، رحلة مثيرة للغاية، رحلة فيها عقبات كثيرة علمية واقتصادية على الأسرة العربية، تتمثل في أنه فيها أدوية، فيها تنشيط، فيها مجال كبير جدا جدا التدخلات الطبية، ثم تدخلات مناظير وجراحية، ثم العقبات بتبقى ساعات يعني مزعجة وخصوصا في الفترة الحالية. طيب خلينا نتكلم على الجزء العلمي في الأول ونتطرق إلى الحاجات الغير علمية يعني في مع الماركت تقدم الحالة. الجزء العلمي حضرتك قلت هل كل سيدة عندها نوع من انواع الاعاقه في الجهاز التناسلي او عند الرجل في الحيوانات المنويه، دواء سوف يصل بالملف من اللحظه الاولى الى الحقن المجهري، لانه هل كل واحده ست عندها تكيسات على المبيض؟ خلينا اراجع كلامك، هل كل ست عندها تكيسات على المبيض هتعمل حقن مجهري؟ هل كل رجل عنده شوية لخبطة في الحيوانات المنوية هيعمل حقن مجهري؟ هل كل رجل عنده دوالي وفشلت الدوالي في ان مراته تحمل هيعمل حقن مجهري؟ هل السيدة اللي عندها مشكلة في الأنبوبة هتروح تعمل حقن مجهري؟ ده الكلام اللي حضرتك كنت بتقول. هل الاندومتريوز اللي هو ده البطانة المهاجرة كلهم هيروحوا يعملوا حقن مجهري؟ هو في تسلسل للخطة العلاجية لكل من هؤلاء، ويوضع في الحسبان ما يسمى الكوست افكتيفنس، اللي هو هياخدنا برضو للي بعده الكوست افكتيفنس، وهي ايه المردود كنسبة حمل والتكلفة المالية للإجراء. على فكرة الكلام ده مش في مصر عشان الاقتصاديات مهزوزة، ده في كل حتة في العالم. هل أنا النهاردة هروح أكلف نفسي مبلغ X عشان اعمل اجراء طبي
وهذا الإجراء الطبي قد ينجح أو قد لا ينجح. ما هو كل الإجراءات الطبية قد لا تنجح، ولكن تكلفة الإجراء الطبي إيه؟ وتكلفة الإجراء الطبي دي كومبو، يعني ما هياش أنا هسحب بيض بعشرة جنيه وهعمل تحليل باتنين جنيه وهشتري أدوية بعشرة جنيه، لا هي ونسبة الحمل من كل إجراء طبي، وهل يجوز الإجراء الطبي من عدمه. خلينا نقول الإجراءات الطبية اللي ملهاش قيمة هي الانسداد الكامل في قنوات فالوب وهنشرح، الضعف الشديد في الحيوانات المنوية وهنشرح، الضعف الشديد في آلية تحفيز المبيض، خلاص؟ أي حاجة تانية ينفع فيها الاختراع البديل أو البديل في الطب، يعني ممكن تخير الزوج والزوجة في أكثر من خطة علاجية وتشرح لهم التكلفة وتشرح لهم المميزات والعيوب لكل من هذه الخطط العلاجية، وبالتالي هم اللي اختاروا. لأنه تأخر الإنجاب هو اسمه كاونسلينج، كاونسلينج يعني استشارة، استشارة يعني احنا الاثنين انا وسعادتك ممكن يبقى 3-4 دكاترة يقعدوا مع زوج وزوجة يشرحوا لهم، قد نختلف احنا الاربعة، ولكن في الاخر هناك في بعض الاحيان علاجات بديلة، مش لازم يبقى كله بيعمل حقن مجاني. الانسداد الانابيب الكامل، وده له تعريف على فكرة، انسداد الانابيب الكامل ملوش علاج، لانه مفيش حاجة اسمها تسليك انابيب. بصرف النظر ممكن يبقى حضرتك كنت بتقول حاجه اسمها الحوض المتحجر اللي هو الفروزن بلفس، ممكن يبقى ما فيش فروزن بلفس اصلا بس الانابيب مسدوده. وده هو تعريفه ايه؟ راحت عملت اشعه بالصبغه، طلعت الاشعه بالصبغه الانابيب مسدوده، ممكن نشك فنقول لها روحي اعملي اشعه بالصبغه تحت مخدر عام، ممكن نشك نقول لها روحي اعملي منظار بطن. هل كل ست عندها انسداد في الانابيب كامل هيتقال لها روحي اعملي منظار بطن؟ في رأيي أنا هيتعمل في حالة واحدة بس، إن تبقى السيدة دي صغيرة جدا في السن، وإن السيدة دي تكون متزوجة بقى لها فترة بسيطة، 6 شهور 9 شهور سنة، ويجوز الانتظار، فيجوز إن هي تاخد أكثر من أوبشن أو أكثر من خيار في العلاج. الضعف الشديد في الحيوانات المنوية ما فيهوش هزار، الراجل اللي هو تحليله 700,000 و800,000 ومليون و2 مليون ده اسمه ضعف شديد، الحركة الأمامية 0%, 1%, 5%, 10%، ده ضعف شديد في خواص الحيوان المنوي. الضعف الشديد في التبويض دي نمرة 3، لأنه عشان أنا أنشط المبيض وحدفع فلوس كتير في تحفيز المبيض عشان أطلع منه بويضات، وفيها بعض الأمثلة زي حاجة اسمها هايبوجونادوتروبيك هايبوجونادزم، اللي هم الستات اللي عندهم الإشارة من الغدة النخامية إلى المبيض مفقودة، أو الستات اللي عندهم سيفير بي سي او اللي هم الرفيعين مش التخان، لأن التخان بنقول لهم خسوا يمكن يرجع التبويض. الست اللي هي رفيعة جدا اللي هم اسمهم لين بي سي او اللي هم الرفيعين اللي عندهم تكيسات على المبيض، دول مهما اديتهم من جرعة دواء فهتعلى جدا بجرعة الدواء، تكلفتها عالية قوي. دول هم اللي هيروحوا ناحيه ما يسمى الحقن المجهري، واظن ان هو ده الخيار الامثل والخيار اللي لو فيه 4-5 دكاتره مش هيختلفوا عليه. هندخل فيما بعد ذلك وهو بعض المشاكل في الجهاز التناسلي عند الرجل او المراه اللي بيجوز بيها وضع اكثر من اختيار. تحليل سائل منوي متذبذب، مدة الزواج 2-3 سنة زي ما يكون، ممكن ياخد علاج، ممكن يساعد الحيوانات المنوية انه يحصل حمل طبيعي. ولكن من المشاكل او الاخطاء الشائعة جدا انه الرجالة اللي زي دول بيروحوا ياخدوا علاجات دون الانتهاء من الفحوصات الكاملة للزوجة، وده غلط. لا يجوز اعطاء اي علاج لرجل ايا كان مدة الزواج، حتى لو متجوزين بقالهم 6 شهور، إلا بعد التأكد من كامل الملف الذي يخص المرأة، متمثل فيه قناة فالوب ومخزون المبيض والتبويض. ما ينفعش تعمل علاج للراجل إلا لما تتأكد من أنه السيدة لا يوجد خالية من أي إعاقات تؤثر الآن على الحمل، اللي زي ما قلت لحضرتك ممكن انسداد قنوات فالوب او مشكله في المخزون بتاع المبيض.
في ست عندها قالوا لها قناة فالوب مسدودة وقناة تانية مش مسدودة، ممكن تدخل تعمل منظار بطن، قالوا لها عندك التهابات في قناة فالوب ممكن تعمل منظار بطن، ممكن تروح تعمل حقن مجاري من الأول، بس يجوز الاختيارات البديلة. الست اللي عندها ضعف بسيط في التبويض ويجوز تحفيز المبيض، ودول كتير جدا، ويجوز تحفيز المبيض بجرعات منخفضة جدا من المنشط، سنها مش كبير، مدة الزواج مش طويلة، فيجوز ان هي تنشط المبيض شهر واثنين وثلاثة لحد ست شهور بعد التأكد من سلامة قناة فالوب وسلامة الحيوانات المنوية. هو مثلث كده، لازم الثلاثة دول يكونوا قدام عينيك وانت بتعمل اي علاج. يعني ايه كوست افكتيف ميديسن؟ احنا كده اتكلمنا على الجزء الطبي. طبعا كوست افكتيف ميديسن، قبل ما اخلص حته الاندوميتسيوز اللي هو ده البطانه المهاجره ده، زي ما حضرتك خصيت قلت هو مرض يعني في حاجات كتير جدا. في سيدات عندهم اندوميتسيوزز بيجيبوا عيال، في ستات عندهم اندوميتسيوزز بيتاخر عندهم الانجاب، في ستات عندهم اندوميتسيوز عمرهم ما هيعملوا طبيعي، في ستات عندهم اندوميتسيوزز هم بيشخصوا وبيعرفوا على انهم تاخر حمل غير معلوم السبب، ما هوش حتى والاندوميتريوز مش هتشخص الا بالمنظار بس، منظار البطن بس. وان كان يوضع في التشخيص حاجه تانية غير المنظار فهيكون سيده بيطلع لها اكياس على المبيض، خاصيه هذه الاكياس تشير الى ان ده اسمه اندوميتريوز، انه بطانه مهاجره. اوكي، اشكرك. شكرا. لا بشكرك ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة في واحدة من حلقتنا الاستثنائية التي لا مثيل لها، والتي ربما تكون بداية إلى نوعية خاصة من الحوارات الطبية مختلفة لن تستمعوا لها إلا في الدكتور. ضيف العزيز الأستاذ الدكتور أحمد عبد الله، استشاري تأخر الإنجاب الحقل المجاري ورئيس مجلس إدارة المؤسس لمستشفيات دار الطب. من قلبي بشكرك. شكرا. خليكم مع الدكتور. الحمد لله التجربة بتاع دار الطب طبعا سببها زوجتي، هم أصحاب المشكلة نفسها، لا ده احنا اللي أصحاب المشكلة، هم زي ما يكون واحد مثلا بيمد إيده ليك يعني بصراحة يعني. وسبحان الله ربنا كرمنا الحمد لله، وحسنا الموضوع كان مع دار الطب حاجة كده حاجة سهلة، تحس إن احنا بقينا حتة منهم أو أهلهم أو هم أهلنا يعني. هي بصراحة تجربة كويسة ونجحت من أول مرة، يعني احنا ما خدناش وقت في العلاج، قعدت 3 سنين كل ما اروح للدكتور كان ممكن ما يدكش امل، بس الدكتور احمد ادانا امل، وسبحان الله اللي هو قاله لنا هو اللي حصل، هي العمليه تنجح والحمد لله نجحت. معانا طفلين توأم، ولد وبنت، بجد بجد احنا بنشكر الدكتور احمد وكل الدكاتره اللي شغاله تحت ايديه. We'll be right back.